المصير وضحايا الاختفاء القسري، منتدى الحقيقة والإنصاف، منتدى المغرب الحقيقي والانصاف، لجنة تنسيق عائلة المختطفين مجهول المصير وضحايا الاختفاء القسري. هذه اعتدنا منذ عقود، منذ تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نكون في الواجهة وحضور ديالنا قوي في هذه المناسبة، هذه مع اللي كيحضروا فيها بالطبع العائلة المختطفين مجهول المصير، ضحايا الاختطاف، المعتقلين السياسيين السابقين، الناشطين الحقوقيين، وبالطبع على جنب الطبقة العاملة. وهذا باش نأكدوا كذلك باننا كنسيروا دائما على خط العمل من اجل حل منصف وعادل لهذا الملف ديال حقوق الانسان بشموليته ملف الاختفاء القسري، ولكن كذلك الملفات الاخرى اللي مرتبطه بالموضوع، وهو التسويه الشامله لهذا الموضوع كما قلنا، وكذلك التسويه الاداريه والاهتمام بكل الضحايا اللي تعتقلوا وما تجبرش الضرر ديالهم، وبالخصوص وهو تجسيد الملتمسات ولا نقولوا التوصيات ديال هيئه الانصاف والمصالحه اللي مع الاسف مازال ما شافش النور بصفه كامله، وهذا رغم انه زعما رئيس البلاد الملك محمد السادس اكد بان التوصيات مهمه وخصها تجسيد عمليا. هذا هو اللي اساسا لينا بالتجسيد ديالها المغرب غيخطو خطوات مهمه من اجل دوله الحق والقانون، ومن اجل ان المغرب يشوف النور وتكون عنده مصداقيه حقيقيه وطنيا ودوليا. وبهذه المناسبة كنناشد كذلك الدولة باش تساهم وتعمل باش تحل هذه الملفات كلها الشائكة ونزيدوا لقدام جميعا.